وبهالفرصة هاي اليوم معنا معالي يعني نستغل شوي حكاية هيك نستغل وجودك معنا وحتى معنا شوي أسئلة معلش بدنا نطلب منك معالي تفضل علينا وهالأسئلة استفسارات على الناس عم تسأل اياها معالي عن ليش هذا اللي بيعملوا هذا ما شاء الله انتم شايفين عندنا اليوم أكثر من 700 شخص فيه أسئلة كثيرة. تفضل معنا. أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا فيكم. أنا اسمي عماد فخوري رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. وإن شاء الله اليوم بدنا نحاول نحكي معكم بلغتكم بلغة العصر. والعصر اللي عم نشهده عم بتسارع في التطور التكنولوجي بشكل كبير وأنتم يعني أكبر إثبات على التغير الكبير اللي عم بيصير بالعالم واللي عم بيصير بالمجتمعات واللي عم بيصير بالتطور التكنولوجي ومنجتمع اليوم نحن في شق محدد من التطور الكبير التكنولوجي اللي شهده العالم هو القمة هذه المتخصصة بصناعة الألعاب الإلكترونية وبدي أشكركم جميعاً بالإنابة عن سيدي صاحب الجلالة اللي كان هو الراعي الأول وكان عنده الرؤية الثاقبة ودائماً براهن على فرسان التغيير وعلى الشباب والشابات اللي أنتوا راح تشكلوا مستقبلنا جميعاً لأنه جهودكم وإبداعاتكم هي اللي حطت الأردن وصار في صار مركز إقليمي على مستوى المنطقة في صناعة الألعاب الإلكترونية ونعتبر كأردن البلد اللي أكثر إنتاج ونشر لألعاب إلكترونية في الشرق الأوسط. السؤال الأول لماذا الاهتمام بصناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن؟ صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن هي من الصناعات اللي فيها قيمة مضافة للاقتصاد وأنا كوزير تخطيط وتعاون دولي أيضاً بأكد لكم أنه بخططنا الاقتصادية قطاع تكنولوجيا المعلومات وكل ما هو مرتبط فيه من أهم القطاعات اللي بتخلق قيمة مضافة كاملة للدولة للبلد لأنه ما فيها عناصر استيراد كل ما تخلقوه بتستحدثوه في هذا القطاع يصبح قيمته المضافة عالية جداً لاقتصادنا ولما بننجح في عملية نشرها وتصديرها وبيتم طبعاً ذلك من خلال الإنترنت وهو أسهل طريقة أنك توصل كل اللي منحتاجه فقنوات التصدير مفتوحة للعالم كله بهذه الطريقة وممكن أن يبدأ تدريجياً بما يسمى بمفهوم المشاريع الريادية أو التشغيل الذاتي اللي بيصير يوفر فرص عمل ودخل ثابت لكل شخص مهتم في هذا الموضوع إذا كنتوا أفراد وفي عدد منكم أو الغالبية أفراد مهتمين بيصير علينا دور أنه نساعدكم بالدورات التدريبية نبني لكم قدراتكم ونرفع مستوى المهارات اللي موجود عندكم لأنه كمان الصناعة بتتغير لغات البرمجة عم تتغير بشكل سريع فهذا دور أنه نحاول نحن من خلال صندوق الملك عبد الله وأيضاً بدعم من الجهود الحكومية أنه نمشي بهذا الاتجاه أيضاً أنتم بس بتحتاجوا اللي بنحتاجه منكم أنه تطلقوا إبداعاتكم وأفكاركم الإبداعية وتكرسوا وقتكم وجهدكم وبالعمل الجاد إن شاء الله منحقق قصص نجاح أما إذا كنتوا شركات وفي عدد كبير أيضاً من الشركات الناشئة عندنا أنا متفائل أنه ممكن أن نصنع شركات في الأردن اللي ممكن تدخل للعالمية وتنافس الشركات العالمية من خلال عمل بسيط إنكم تثروا كشركات متاجر التطبيقات الإلكترونية اللي منعرفها على الإنترنت بمحتوى باللغة العربية وفي عنا عم نشوف بالترندز في الأردن طريقتين إما عم بطلع عنا شركات بتصنع ألعاب جديدة باللغة العربية تستهدف الشباب العرب أو بتعيد نشر ألعاب عالمية مشهورة وبتحولها للغة العربية أو بتأقلمها لتراثنا لعاداتنا لتقاليدنا حتى يكون في قابلية عليها أكبر وأيضاً هذا بيستوجب رأس مال بسيط جداً ما في استثمارات ضخمة ولكن بنفس الوقت بيفتح أبواب كبيرة حدثنا عن بدايات مختبر الألعاب الأردني ومسيرته حتى اليوم يمكن عدد كبير منكم بيعرف أنه مختبر الألعاب الأردني افتتحه سيدي صاحب الجلالة كمبادرة ملكية في 21/5/2011 وبدأنا بأمانة كصندوق الملك عبد الله نشتغل على هذا الموضوع لأنه كان لجلالة سيدنا رؤية
إنه الشباب بشكله يعني ما يعادل الثلثين تحت 30 سنة من مجتمعنا، والعالم عم بتغير بشكل كبير، وبتعرفوا التطور التكنولوجي اللي صار. فبدأنا بدايات متواضعة بالألفين وحداش، وأنا بعتقد قطعنا شوط كبير الآن بوصولنا لعام 2017. ركزنا بالأول على رفع مستوى الوعي، لأنه كنا نشوف إنه في اهتمامات من شبابنا، وبدينا نركز إنه نتبنى أفكار جيدة نحاول نساعدها ونطور أفكارهم، وننشر بتدريج دورات تدريبية في أسس البرمجة، كيف تصمم الألعاب، كيف تنتج المنتج النهائي، كيف تسوقه بعدين طبعاً وتنشره على مختلف التطبيقات اللي أنتوا عدد كبير منكم بيعرفها. وبعدين انتقلنا لمرحلة مأسسة هذا العمل، ونمأسس فرص التشبيك بين اللي عم بيطوروا الألعاب كالمطورين المستقلين مع الشركات ومع الخبراء في العالم. والقمة هذه اللي عم بتشوفوها كل سنة، اللي أنتوا عم بتشاركوا فيها السنة، ما هي إلا فرصة لتعزيز ومأسسة هذا النهج، وأن نربطكم ونشبككم مع أفضل ما هو موجود في العالم، حتى نستثمر ونراهن على ثقتنا بإطلاق قدراتكم الإبداعية واللي أنتوا بتقدروا تعملوه. ما هي آلية إنشاء وتأسيس المختبرات اللي اعتمدها الصندوق؟ نحن بأمانة بدأنا زي ما ذكرت بتدرج، نظمنا عدد من الأنشطة، من الدورات، من المعسكرات في صناعة الألعاب، وبدينا نشوف كيف الطلب عم بيزداد. أول ما بدأنا حرصنا أن نكون موجودين في الثلاث أقاليم، بالشمال، بالوسط، بالجنوب، حتى نعطي فرصة لكل مناطق المملكة أن يصلوا إذا في اهتمام لهذا الموضوع. فبدأنا إقليم الشمال، غطينا بمختبر في طبعاً إربد اللي عم بغطي إقليم الشمال، درجنا طبعاً الوسط، بدينا في عمان، والآن عم نفتح مختبر آخر في الزرقاء، طبعاً لأنه في ثقل سكاني. تعرفوا عمان مع الزرقاء عم نحكي على أكثر من 5 مليون من السكان، فلابد أنه برضو نتوسع بشكل أكبر حتى نقدر نوصل لأكبر عدد من الشباب والشابات. أيضاً بإقليم الجنوب كان أول مبادراتنا، افتتحنا في العقبة، ودرجنا بعدين نحو معان، محافظة الكرك أيضاً، وإن شاء الله نحن رح نستمر في أعمالنا بالتوسع حسب الاحتياجات اللي نحن عم نشوفها في منطقتنا. وما تتردد إذا شفنا في طلب أكثر، توجيهات جلالة الملك كانت إنه نستمر بالتوسع قد ما نقدر حتى نوصل لكل الطلب اللي موجود في كل أنحاء المملكة وفي كل محافظاتها. رؤية الصندوق حول التوسع في مختبرات الألعاب الأردنية، زي ما حكيت لكم نحن صار عندنا الآن 7 مختبرات رئيسية، وبدي أذكر إنه في عندنا حوالي 17 مختبر مصغر في عدد من المدارس اللي بتشارك، اللي عدد كبير منكم طبعاً من خريجين هذه المسابقات تحدي التطبيقات الإلكترونية. ورح زي ما ذكرت لكم جاهزين نتوسع حسب الطلب اللي منشوفه بكل مناطق المملكة. إضافة لذلك نحن وصلنا لمرحلة بانتشار هذا التوجه العالمي واللي صار موجود ومتجذر في الأردن بين الشباب والشابات، بدنا نعمل على تأسيس الآن شبكة بين المدارس اللي بتشارك بالمختبرات هذه المصغرة، حتى نعزز قدرتنا، يصير في تشبيك أفضل بين الطلاب، تبادل المعرفة، ربطهم أكثر مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وأيضا نعرف إذا في دعم مطلوب منا حتى نساعدهم في تطوير أفكارهم الإبداعية. وبنفس الوقت رح نطلق العام المقبل ما يسمى بالموبايل جيمينج لاب، يعني بدنا نشتغل على مشروع باص متنقل بيروح للمناطق البعيدة جداً حتى، وبعمل ورشات توعية حتى يثير فضول شبابنا وشاباتنا في كل المناطق، حتى المناطق النائية، وإذا كان في اهتمام منهم نشبكهم مع أقرب مختبرات سواء الأساسية أو المصغرة في المدارس القريبة، وحتى نقدر نوصل لأكبر عدد من المستفيدين أو المهتمين في هذا الموضوع. وكمان زي ما ذكرت لكم عم نمأسس عمل هذه المختبرات، بدنا ننشئ، عم بيشتغل الصندوق الآن على صندوق دعم للمستفيدين من هذه المختبرات،
اللي من خلاله منستمر في توسعة هذه الشبكة، وإن شاء الله منخلق قصص نجاح للأردن ولشبابنا وشاباتنا اللي عم بيستفيدوا من هذا التغير اللي عم نشوفه بكل أنحاء العالم. شعار القمة لهذا العام الإبداع في صناعة الألعاب الإلكترونية، وسبب اختيارنا لهذا العنوان. اللي شاركوا العام الماضي بتذكروا أنه كان شعارنا في حين النظرة الشاملة لصناعة الألعاب. نحن السنة كصندوق الملك عبدالله بدأنا بحملة وطنية، يمكن عدد منكم بتذكرها، سميناها أردن الريادة والإبداع. ابتدأت مع صندوق الملك عبدالله، احتضن المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت، وبدينا عليها بعدة محاور وعدة إيفنتس اشتغلنا عليها كل السنة، ومن ضمنها الاحتفال السنوي لصندوق الملك عبدالله اللي ركز على أردن الريادة والإبداع، وباعتقاد بسيط جداً لأنه مختبر الألعاب الأردني هو في جذوره هو قضية إبداع. إذا ما في إبداع ما في مختبر ألعاب أردني، هو يصبح فقط إنه الواحد بيلعب. أنتم عم نتحداكم تصنعوا تطبيقات وألعاب مستقبلية إلكترونية اللي بتفتح أفاق وممكن تخلق لكم فرص كبيرة، وبرضو حتى في أقل حدودها عندكم الشغف والاهتمام والفضول، وهذا واجبنا إنه نرعاكم ونرعى هذا الشغف وهذا الاهتمام اللي عم أنتوا بتركزوا عليه. ونحن الآن العالم عم بيعيش بعصر الثورة الصناعية الرابعة، كلكم تسمعوا الثورة الصناعية الرابعة في القرن 21 اللي عم بتغير، عم تعمل disruption كبير في كل مناحي الحياة، في التنمية، في الحوكمة، في الأسواق، في الفرص العمل المستقبلية، في المهارات اللي منحتاجها. لذلك نحن الآن بتشوفوا في جهد كبير في الأردن على إعادة إصلاح كل منظومة تنمية الموارد البشرية لتتماشى مع المستقبل، وين رايحين حتى نأهل ونمكن شبابنا وشاباتنا بالمهارات اللازمة حتى يشاركوا في هذا المستقبل اللي عم بمر بسرعة، يا منكون جزء منه يا بمر عنا. ونحن منأكد لكم إن شاء الله لا رح نستثمر ورح نلحق هذا المركب ونصعد على هذا القطار، ورح نكون إن شاء الله من الدول وقصص النجاح في المنطقة كدولة نامية على مستوى المنطقة العربية، اللي ندخل أبواب الثورة الصناعية الرابعة من خلالكم، من خلال نجاحاتكم ومن خلال إبداعكم ومن خلال التزامكم بشغفكم بدخول كل مجالات التطبيقات التكنولوجية اللي عم نشوفها. وسيبقى طبعاً الإبداع والاستثمار في الإنسان الأردني هو رأس مالنا الوطني، وهذا قصة الأردن ونجاحها ومنعتها وتميزها وقدرتها على تحويل التحديات لفرص كلها مربوطة باستثمار الدولة بإنساننا وفيكم أنتوا، أنكم تخلقوا المستقبل السليم وتخلقوا إبداعاتكم اللي منفتخر ومنفاخر العالم فيها. اهتمام جلالة الملك في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية ودعمه المتواصل لهذا القطاع والمهتمين فيه. يمكن الكل بتذكر أنه جلالة الملك لما تسلم سلطاته الدستورية في عام 99 كان حريص جداً على إطلاق كل القطاعات الواعدة، وأحد هذه القطاعات اللي ركز عليها لما فعلاً ما كان فيه اهتمام أو حتى رؤية مستقبلية في هذا الموضوع كان قطاع تكنولوجيا المعلومات، لأنه شعر جلالة الملك من زياراته ومن وصوله لكل مناطق المملكة شعر أنه المستقبل يكمن في شبابنا وشاباتنا، ووجد أنه في اهتمام كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى شبابنا وشاباتنا بسبب إن شاء الله كل ما استثمر في قطاعات التعليم المختلفة. تتذكروا في ذلك الحين بدأت مبادرات أنه تدخل استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات على كل المدارس، أصبح الإنجليزي أساسي لكل الصفوف من الصف الأول للصف 12، لأنه هذه هي الأدوات اللي بتخلي الأردن يدخل بعصر العولمة ويندمج مع عصر العولمة واقتصادنا العالمي. ولأنه قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات القيمة المضافة عالية فيه، ما بدك تستورد أمور كبيرة أو أنك تعدن معادن، أنت بفكرك وبإبداعك من أي موقع، من بيتك، من مدرستك، من مكتبك الصغير، تقدر تبدأ تصنع منتجات وتقتحم الأسواق العالمية من خلال الإنترنت. هذا كان محور مهم لجلالة الملك، لأنه شعر قد يكون أحد القطاعات
أو ما يسمى العناقيد الكلاسترز الاقتصادية اللي ممكن تطلق طاقات الشباب وممكن تقحم الأردن وتدخله في القرن 21 ونلحق بالثورة الصناعية الرابعة في هذا المجال. ونحن إن شاء الله أنا بأكد لكم أنه جلالة الملك كل سنة وفي كل متابعاته سواء مع الحكومة أو مع صندوق الملك عبد الله توجيهاته مستمرة بالاستثمار بالاستمرار بالاستثمار في هذا القطاع، تقديم كل الإمكانات لدعمه، كل القدرات لنمكن شبابنا وشاباتنا وشركاتنا الناشئة الريادية تدخل العالمية تصنع قصص إن شاء الله نجاح دولية. ورح نستمر بهذا التوجه ورح نستمر بالاستماع لكم كمان لنعرف إذا في إشي تاني نحن منقدر نعمله حتى نساعدكم. في عنا طبعاً رابطة صانعي الألعاب الإلكترونية ونور شريك نفتخر به وعلى قدراته وعلى شراكته مع صندوق الملك عبد الله، مستعدين نحن دائماً نشتغل معكم ونسمع لكم ونستثمر بكل ما تحتاجوا حتى نستمر بإطلاق طاقات شبابنا وشاباتنا. ما هي الأنشطة والمسابقات التي ينظمها ويدعمها المختبر؟ نحن عندنا عدد كبير تعرفوا من الأنشطة زي ما ذكرت بكل المدارس وبكل المختبرات، أهمها مسابقة تحدي التطبيقات الأب تشالنج، وصرنا حتى الآن صائب يصلحني 9 دورات عاملين 9 دورات منها. وفي عندنا تحديات إضافية يمكن كثير منكم شارك فيها، الجلوبال جيم جام، الجيم سماش، الجيم سماش جونيورز، والجيم زانجا وغيرها إن شاء الله من التحديات المختلفة اللي عم نحاول نطلقها اللي عم بتحاول تبني هذا العنقود من صناعة الألعاب الإلكترونية. وجاهزين نسمع أيضا لكم إذا في أي مقترحات أخرى بهذا الموضوع. قصص النجاح الأردنية، يمكن بحب هون أذكر قصتين، قصة لفرد وقصة لشركة. في عنا شاب فوزي مسمار صنع لعبة يمكن العدد كبير منكم بعرفها وصار عنده خبرة أكثر من 15 سنة في هذا المجال، واللعبة هي الكاندي كراش جيلي ساغا، وقدر يوصل للعالمية من خلال هذه اللعبة ومع شركات عالمية مثل جيم لوفت مثل كينج وغيرها من هذه المسابقات. هذه أحد القصص على مستوى الأفراد. على مستوى الشركات عندنا شركة طماطم اللي استطاعت أن تنشر عدد كبير من الألعاب في الولايات المتحدة، إندونيسيا، الصين، البرازيل، وعدد التنزيلات الداونلودز لهاي اللعبة تجاوز الآن أعتقد 40 مليون تقريباً داونلود. وهذا موضوع مهم، فهي أمثلة. الأهم نحن بهمنا إبداعاتكم أنتم المستقبلية إن شاء الله، وإن شاء الله خلال هذه القمة نتعرف على عدد من المطورين الجدد واهتماماتكم. راح تكون لكم فرصة إنكم تقدموا قصص هذه النجاح وتشبكوا مع خبراء عالميين حتى نستطيع على خير نفتح الأبواب والفرص ونستمر بتمكينكم بالمهارات اللازمة حتى نطلق طاقاتكم الإبداعية وندخلكم إن شاء الله إلى العالمية، وإنتوا تنقلوا الأردن وتدخلون إلى العالمية في هذا القطاع. ونور أي أسئلة أخرى ولا هيك تمام؟ بدناش نتأخر لأنه عليكم. أحيانا بدنا فرصة نتكلم عن عليك. في عندي سؤالين. تمام. شو علاقتك بالجيمز؟ تلعب جيمز؟ لعبة جيمز؟ طبعا نحن وصغار لعبنا أكيد، أما أحكي لك مؤخرا بصراحة لا، ضمن العمل والمسؤوليات اللي علينا يمكن لا، بس أنا عندي ولدين فبتابع معاهم بشوف اهتماماتهم. نحن نحكي بالسبعينات والثمانينات لما كنا بالمدرسة يعني كانت يمكن أول الجيمز اللي شفناهم الأتاري، بدايات بهالخطين اللي بيلعبوا تنس أو سكواش أو بيلعبوا مع بعض، اللي صار بالعالم والتطور اللي تغير مخيف. بحاول مرات أغامر مع أولادي لكن سرعة خسارتي مخيفة، لأنه واضح أنه الواحد بده يستثمر وقت كثير في هذا الموضوع. لكن الشغف اللي بشوفه من خلال على الأقل أولادي ومن خلال ما نرى من شبابنا وشاباتنا إشي عظيم ومخيف، اللي التغير اللي عم بيصير بالعالم، والحمد لله أنه عم نقدر نواكبه ونستفيد منه ونكون جزء من اللي بصنعوا المساهمات في هذا التغيير اللي عم نشوفه بالعالم. السؤال الأخير، إذا حدا من أولادك قرر ما يصير دكتور ولا مهندس،
ولا محامي يصير جيم ديفلوبر. بدعمه كل الدعم، لأنه بأمانة أحكي لكم إياها بكل أمانة، نحن لما درسنا بأسلوب تلقيني في مدارسنا بالزمانات، وعم نحاول الآن تدريجياً نخرج من هذا الأسلوب. أي أب وأم أنا بنصح الجميع يفكر بهذا الموضوع، الوظائف عم تتغير، فرص العمل عم تتغير، 40% من الوظائف اللي بنعرفها اليوم لن تكون موجودة خلال 10-15 سنة القادمة. تحاول أنت تجبر ابنك أو بنتك يدخلوا في مسار محدد، قد يكون لا سمح الله أنك عم بتساهم بعدم قدرتهم على أنه يدخلوا فرص العمل المستقبلية. فأنا وبعرف صعب لكل أب وأم أنه يثقوا بهذا التوجه، لكن أنا بقول ثقوا بأولادكم وبناتكم أنه يختاروا الاهتمام. الدولة في عدة قنوات وأدوات زي صندوق الملك عبد الغير اللي عم ترعى هذه الاهتمامات، خلينا نستثمر أنه هن يختاروا حسب شغفهم وهواياتهم واهتماماتهم إيش حابين يصنعوا في المستقبل من وظائفهم وفرص عملهم المختلفة، واتركوهم أنه يختاروا هذا التوجه المستقبلي، يمكن فرص النجاح رح تكون أكبر مما إذا حاولنا نوجههم ونجبرهم على وظيفة محددة اللي تربينا أنه يمكن هاي هي الوظائف المهمة والمنيحة. خلوا الإبداع لشبابنا وشاباتنا، أنا متأكد وعندي ثقة كبيرة بقدرتهم أنه يحققوا النجاحات المطلوبة، وبذكر الجميع أنه جزء من النجاحات المطلوبة رح تكون فشل في عدة فرص، وهذا الفشل جزء من تعلمهم على النجاح، وبالأخير إن شاء الله بوصلوا لنجاحات كبيرة ومستقبلية. شكراً عليك. شكراً.